ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، نلتقي في درس جديد في مادة التربية المدنية للفصل الثالث. درسنا اليوم عن المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاثة. نبدأ أولا بالمدرسة الابتدائية. أعزائي التلاميذ، المؤسسات التربوية هي المكان الذي يلتقي فيه المتعلمون من مختلف الأعمار للتعليم، وهي متوفرة للجميع في بلادنا. سنتعرف في هذا الفصل عن أنواع المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاثة، وكيف يمكننا المحافظة على الملكية العامة للمؤسسة. استمعوا أو اقرأوا معي أعزائي التلاميذ. اتصلت ريما بصديقتها نور وسألتها: كيف وجدت مدرستك الجديدة؟ هل يمكنك أن تعرفيني بها؟ فقال: مدرستي جميلة وقد أحببتها كثيرا، بها مرافق كثيرة ومفيدة، أقسام للتعلم، مكتب المدير، قاعة المعلمين، مكتبة المطالعة، دورة المياه، وساحة كبيرة للراحة، وممارسة مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، تتوسطها سارية العلم. ومدرستك أنت عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة؟ نتعمق في فهمنا لهذا النص. حاول عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، أن تجيبوا عن الأسئلة الآتية لتعمق فهمك بالموضوع. ما هي المرافق التي ذكرتها نور بمدرستها؟ جيد، أقسام للتعلم، مكتب المدير، رائع، قاعة المعلمين، مكتبة المطالعة، دورة المياه، وساحة كبيرة للراحة، وممارسة مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية. أعيد: المرافق التي ذكرتها نور بمدرستها هي أقسام للتعلم، مكتبة المدير، قاعة المعلمين، مكتبة المطالعة، دورة المياه، ساحة كبيرة للراحة، وممارسة مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية. وكذلك سارية العلم. الآن إليكم مجموعة من الصور، سنحاول تسمية المرافق التي تبينها. لاحظوا معي الصور من 1 إلى 8. الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، والثامنة. نسمي الآن هذه المرافق. الصورة الأولى، جيد، هذا قسم، مكتبة المطالعة. الصورة الثالثة، سارية العلم. الرابعة، مكتب المدير. المطعم. ساحة للأنشطة الرياضية. ساحة للراحة والترفيه. ودورة المياه. عزيزي
التلميذ نقرأ الوثيقة الآتية ثم نحدد المستويات التعليمية في الجزائر. الوثيقة ألف: تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية: التربية التحضيرية، التعليم الأساسي والذي يشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. أعيد: المنظومة التربوية أبنائي تتكون من ثلاث مستويات تعليمية. أولا التربية التحضيرية أو ما يسمى بالتحضيري، ونجده في المؤسسات التعليمية التابعة للدولة، يعني في المدارس والعامة والمدارس الخاصة، كما أنه هناك في بعض تتوفر التربية التحضيرية في بعض الحضانات أو دور الأطفال وكذلك المساجد. التعليم الأساسي: التعليم الأساسي ملزم لكل التلاميذ ويشتمل على تعليمين: التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط. ثالث مستوى هو التعليم العام والتعليم التكنولوجي. درسنا اليوم يعنى أو يهتم بالتعليم الابتدائي. التعليم الابتدائي هو المستوى الأول من التعليم، ويتكون من 5 سنوات دراسية. 5 سنوات دراسية معناها سنة أولى، ثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة. تختتم هذه المرحلة بشهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي. من خلال الوثيقة 2 نكمل بما يناسب. التعليم الابتدائي هو المستوى التعليمي، وعدد سنواته هو، ويجتاز المتعلم في نهايته امتحان. أترك لكم وقت قصير لإنجاز هذا النشاط ثم نصححه معا. إذن التعليم الابتدائي هو المستوى الأول من التعليم، عدد سنواته 5 سنوات، ويجتاز المعلم في نهايته امتحان شهادة نهاية المرحلة التعليم الابتدائي. إذن ماذا يمكننا أن نقول عن المدرسة الابتدائية؟ أنها هي المؤسسة التعليمية المخصصة للمرحلة الأولى من التعليم، وهي مرحلة إلزامية ومجانية. ما معنى إلزامية؟ معناها أي تلميذ يصل إلى سن 6 سنوات يجب أن يتمدرس، مكانه الطبيعي في المدرسة، يجب أن يدخل إلى المدرسة ويبدأ يتعلم من السنة الأولى إلى غاية السنة الخامسة. ومجانية بمعنى بدون دفع المال، دون دفع المال. هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحصة التعلمية. لا تنسى عزيزي التلميذ إنجاز التمرين، أنجز صفحة 31. بالتوفيق أعزائي التلاميذ، أتمنى أنها كانت حصة تعلمية مفيدة لكم.
نلتقي معا في حصص تعلمية أخرى. أتمنى لكم النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.